على كل طبعا. الاحوال تعالى نتعرف بقى على الاجواء الاحتفاليه في المملكه العربيه السعوديه عامله ازاي بعد الفوز الكبير اللي اتحقق امبارح طبعا امام الارجنتين. احنا معانا على التليفون الاستاذ عاطف الاحمدي الناقد الرياضي السعودي. صباح الفل على حضرتك يا فندم، واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي، ومليون مبروك. صباح النور كريم، صباح النور لجميع ضيوفك، لجميع متابعي البرنامج، لجميع الشعب المصري. الله يخليك. طبعا احنا متوقعين حجم الفرحه، بس عايزين نعرف مفرداتها وتفاصيلها من حضرتك. طبعا الف مبروك ليكم، الف مبروك لكل بيت عربي. يعني البارحه ما كانت مقتصره على المملكه العربيه السعوديه، صحيح، كانت موجوده، يعني الاجواء كانت موجوده في كل الدول العربيه. صحيح، يعني انا ما انت عارف كميه الاتصالات اللي جاتني البارحه من بعد نهايه المباراه، لدرجه ان راسي الان مصدع من قوه المكالمات التليفونيه. جميل. فالفرحة عامة. ما انتوا رفعتوا لنا كمان سقف التوقعات يا فندم. هو شوف، يمكن لو بنتكلم باكثر عمقا كريم، اتفضل. اليوم اللي حصل هو مو محض صدفة. اكيد. اليوم في عمل مقدم على مستوى الرياضة السعودية، يمكن بدأ من 2018. الدعم الكبير اللي بتجد الرياضة السعودية وتحديدا كرة القدم من الدولة حافظها الله، دعم مو سهل. دعم لهدف التنمية المستدامة، مو الهدف وقتي، مجرد مشاركة أو مجرد مناسبة، لا. اليوم نتكلم على عملية، على عمل تراكمي تكاملي تطوري، بدأ زي ما قلت من 2018 ومستمر إن شاء الله. يمكن البارح هو كانت بداية الظهور لهذا العمل، بسبب تقديم منتج سعودي فاخر على مستوى المنتخب. هو من ناحيه فاخر ففاخر جدا يا فندم، من ناحيه فاخر فهو فاخر جدا، ورفع من درجه الفخر عند العرب كلهم الحقيقه بهذا الانتصار المدوي اللي اتحقق امبارح، واللي اكيد احنا كنا لسه بنتكلم من شويه على فكره البناء على هذا النجاح اللي اتحقق وفكره القادم ان شاء الله. بالتاكيد كريم، اليوم اي عمل ما ياتي بمحض الصدفه، يعني مهما كان في اجتهادات من شخص او شخصين، استحاله يكون هذا العمل مقنن وعميق ويستمر لسنوات طويله. اليوم لما نتكلم على عمل مميز لابد ان يكون العمل هذا مستمر. العمل الوقتي هذا غير جيد، وبالتالي لا، الكره السعوديه بتشهد تطور كبير زي ما قلت لك، بدا في 2018 وحيستمر. والدليل اليوم هيرفي ريناد مدرب المنتخب السعودي، انا بعطيك معلومه، ترى هيرفي ريناد المدرب الاوروبي الوحيد في المنتخب السعودي، هذه سادس مشاركه. الخمسه مشاركات السابقه كان عندنا مدربين برازيليين، مدربين ارجنتينيين، ومدرب وطني في خمسه مشاركات. لكن هذه المشاركه الوحيده اللي كان فيها المدرب الاوروبي هيرفي ريناد. هيرفي ريناد مدرب تكتيكي عميق، يتوافق او يتواكب ويتماشى مع التطور اللي حصل على مستوى كره القدم. اليوم كرة القدم اختلفت عن السابق، يمكن كانت اول السابق تعتمد اعتماد كلي على مهارة اللاعب، لا، الان تكنيك، الان تقنيات، كثير من الامور دخلت في كرة القدم، وبالتالي تحتاج مدرب يتواكب مع هذا الامر. صحيح. مبروك للمنتخب السعودي، مبروك للشعب السعودي، مبروك لكل الدول العربية. انا بس عايز استاذ ما اقصرش التهاني عليا، انا كمان كل ما يعني استوديو. صباح الخير والنصر، يمكن انا وكريم لحضرتك تابعتنا في بداية الحلقة، احنا قلنا صباح النصر علينا، يعني زي ما حضرتك بديت كلامك كده، احنا كلنا سعداء من قلبنا. يعني عايز اقول لحضرتك ضيفنا استاذ محمد عصام الناقد الرياضي قال لنا النهارده اول ما قعد معانا بيقول لنا انا امبارح مع الفوز السعودي انا بكيت، ودي مشاعر بتبقى جاية من القلب، وبجد احنا كلنا سعداء الانتصار العظيم اللي حصل، بس نتمنى ان احنا نبني على ده. يعني استاذ عاطف، لان ده مهم جدا الفتره اللي جايه، انتوا لسه عندكم ماتشات مهمه، طبعا انتوا متصدرين المجموعه دلوقتي، او هقول احنا متصدرين المجموعه دلوقتي، بس لسه في بولندا ولسه في تقريبا المكسيك، فان شاء الله يبقى في كده نفس الطاقه اللي ابتدينا بيها نكمل عليها باذن الله. اصعب، يعني هون حي الاستاذ محمد عصام، اصعب المباراه بولندا والمكسيك اصعب من مباراه الارجنتين. يعني حتى لما كنا نتكلم على حسابات ما قبل البطوله، يمكن كانت من اصعب المباريات اللي تتكلم عليها مباراه بولندا والمكسيك. يمكن في كاس العالم تعودنا انه الجوله الثالثه هي حتكون جوله الحسم، لا، في هذه الكاس العالم الحالي اعتقد، وتحديدا مجموعه المنتخب السعودي، هي الجوله الثانيه هي جوله الحسم. صح. في حال المنتخب السعودي تفوق على بولندا،
باذن الله ان شاء الله. والمنتخب الارجنتيني تفوق على المكسيك كده كده، بولندا والمكسيك اصبحت امالهم ضعيفه جدا في عمليه الوصول للدوره الثانيه. الحمد لله، نقول الحمد لله. هي الحمد لله على النقيض تماما لو حصل اي تعثر. يعني انت ممكن الارجنتين لو المكسيك تفوقت على الارجنتين الجوله المقبله، وبالتالي الارجنتين مع السلامه، ما عاد لها دور. جاءت مرشحه لكاس العالم وخرجت من الدوري بالضبط، بس حاجه غير متوقعه تماما لها يعني. امر وارد في كره القدم، اليوم اختلفت المعايير، اختلفت المقاييس في كثير من الامور. صحيح. اليوم لما نتكلم على المنتخب المصري، من الظلم اذا نتكلم على معايير حقيقيه، من الظلم عدم تواجد المنتخب المصري في كاس صحيح. العالم. صحيح صحيح. وكلام يعني نتكلم على منتخب صاحب المركز الثاني في افريقيا. صحيح صحيح. وان شاء الله العمل على اصلاح المنظومه الكرويه في مصر يؤتي ثماره هو الاخر، كما يعني كان الاصلاح السعودي اتى ثماره، وشفنا هذا النتاج متجسد في لقاء امبارح. انا بس عايز اقول لحضرتك ان الاستاذ برضو محمد عصام عايز يهني حضرتك. خلنا نقول حاجه قبل الاستاذ. اتفضل. وليس تملقا. نتفق ان الظروف الحاليه على مستوى الكره المصريه ما هي الظروف الجيده الامثل نتكلم، والطموح اعلى اكيد في هذه الظروف. ومن هذه الظروف المنتخب المصري نتكلم عن المركز الثاني وبيقدم شيء جميل، فما بالك لو تحسنت الظروف. صحيح صحيح صحيح، مليون في المية فعلا. يعني فأنا أشوف انه بأمانة كنا في حاجة في هذا المونديال تحديدا، بأمانة اتكلم على المستوى الشخصي، تواجد المنتخب المصري، لان أشوف دائما المنتخب السعودي أبهرنا. كنت متوقع ان المنتخب المصري لو حضر في هذا المونديال تحديدا ممكن حيوصل لاماكن ابعد. نتمنى المونديال الجاي بقى يبقى المشاركه العربيه يعني افضل بكتير، خلينا نقولها بهذا الشكل يعني. استاذ عاطف على كل حال ليك تهنئه بس من الاستاذ محمد عايز يهني حضرتك. اولا مبروك لفوز منتخبنا، وبفضل ان انا اقول منتخبنا العربي على شرفنا ان هو شرفنا امبارح قدام الارجنتين. بس انا كنت عايز اسال حضرتك سؤالين يعني في عجاله يعني. هل هيكون في مكافآت خاصة للاعب المنتخب السعودي في حالة التأهل للدور المقبل؟ وكنت عايز أعرف إزاي المنتخب السعودي وصل للحالة اللي احنا شايفينها دي؟ إيه العوامل اللي أدت لظهور المنتخب السعودي بالصورة دي؟ تتكلم أول شيء طبعًا لعيبتنا يستاهلوا كل خير، وبالتأكيد المسؤولين على المنتخب السعودي ما حيقصروا معاهم في أي حال من الأحوال. خلاف رجال الأعمال يعني، احنا هذا ما تعودنا عليه في فترات سابقة. انه دائما الدعم الكبير اللي بتجده من القياده السياسيه من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، دائما هو واقف خلف اي منجز سعودي سواء على المستوى الرياضي او حتى المجالات الاخرى. بالنسبه للي حصل امس، ترى هو اللي حصل امس ما كان هو يعني، كان له خلفيات سابقه. يمكن اكبر خلفيه واكبر دعم هو الاجتماع اللي حصل قبل الذهاب لمونديال قطر ما بين الامير محمد بن سلمان وما بين اللاعبين. عندما طلب منه واكد لهم ان المجموعه صعبه، المونديال صعب، انا ابغاكم تروحوا تلعبوا وتستمتعوا. اي ضغوط عند اللاعبين شالها. احنا عارفين دائما وبالذات في وسطنا العربي لما يكون في اختيار لتشكيله يكسر الكلام، عندنا 30 مليون 40 مليون مدرب موجودين في الشارع، فيبدا الكلام وتبدا الانتقادات وتبدا حتى على المستوى الاعلامي تدخل مساله الميول وتدخل مش عارف ايه، فكان في ضغط على اللاعبين، وخصوصا انه هيرفي ريناد راهن على لاعبين معينين، لاعبين ما كانوا مشاركين في الدوري السعودي بسبب اصابه، يعني امس اللي تابع عبد الله المالكي ومحمد كنو موقوف عن اللعب بسبب امور يعني حاصله في عقده، وعبد الله المالكي دوب راجع من رباط صليبي، يعني تخيلك استاذ محمد وكريم ونهوان، تخيل عبد الله المالكي اول تعتبر مباراه رسميه امس في الاحصائيات جري 11 كيلو، فهذا الدعم المعنوي الكبير اللي قدمه الامير محمد بن سلمان للاعبين وقال لهم العبوا واستمتعوا، هم لعبوا واستمتعوا وامتعوا، فالضغوطات كلها عندما سحبت من اللاعبين لا اللاعبين تجلوا داخل الملعب، خلاف الخبرات التراكميه يعني اللعيبه الان اختلفت. محمد المنافسه المحليه اذا كانت المنافسه المحليه قويه ثق تماما ان كل المنتجات او كل المخرجات اللي بتخرج من هذه المنافسه حتكون قويه. كلام مضبوط، كلام مضبوط. مع جوده المخرجات.
اللعيبه شوف لما بدا مشروع اللاعبين الاجانب او ارتفاع عدد اللاعبين الاجانب في المملكه العربيه السعوديه، للاسف يمكن ما كانت عندنا النظره العميقه، الكثير من المحللين والنقاد او حتى الشارع الرياضي ما كان في نظره عميقه وابعاد لهذا الموضوع، كانوا يتحدثون 7 لعيبه اجانب حيؤثروا على اللاعب السعودي واو كلام كثير، كلام كثير ما في عمق. أنا بتفق مع حضرتك أستاذ عاطف، يمكن إحنا لسه قايلين النقطة دي، قلنا إن في روح انهزامية كانت عند البعض مننا، إن إحنا شايفين إن كتير علينا إن إحنا نشارك في المونديال وكتير علينا إن إحنا نفوز بعض المنتخبات الأجنبية أو حتى العالمية، يعني أنا شايف إن ده ظلم لنفسنا قبل أي شيء. أنا بس قبل ما أختم مع حضرتك عايزة أطمن منك تحديدا عن الشهراني ياسر الشهراني وسلمان، هل هم فعلا هيقدروا يشاركوا في المباراة اللي جاية بين السعودية وبولندا ولا الموضوع لسه بدري عليه، خصوصا إن شهراني يعني عامل دلوقتي عمليه لسه متواجد كمان في المانيا. تفضل يا استاذ عاطف. الشهراني سالم انتهى بالنسبه لهم موضوع المونديال، انتهى اصاباتهم قويه للاسف. نتمنى لهم السلامه. ياسر الشهراني من التاكيد انه وصل لالمانيا عشان العمليه، وسالم خلاص بالنسبه له انتهى موضوع المونديال، لكن اللي موجودين فيهم الخير والبركه ان شاء الله. زي ما ظهر سالم زي ما ظهر ياسر حيظهروا ان شاء الله ناس ثانيين. تركيبه 26 لاعب اختارها حرفي ريناد بعنايه، فان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله موجود داخل الموقع. صحيح، الله يوفقك. السعوديه بمن حضرت زي ما بنقول، الاهلي بمن حضر. شكرا ليك على هذه المداخله، والف مبروك مره ثانيه الناقد الرياضي العزيز الاستاذ عاطف الاحمدي، شكرا لحضرتك.